سبعين اسطورتي الانمي انمي ستارت. هلا والله بالاساطير، كيف حالكم؟ طيبين؟ عساكم طيبين؟ ورجع لكم في فيديو جديد. قبل ان نبدا تشتركوا بالقناة، طب اليوم هذا الفيديو عشان على ما شفتوا بالعنوان طبعا راح نشوف تطبيقات او العاب نزلت في جوجل بلاي او اب ستور، ولكن انتم تقولوا متى نزلت للي ما يعرف. هذا الفيديو طبعا يمكن سخيف، لكن قبل ان نبدا لا تنسوا تشتركوا بالقناة ولايك وشيركوا بجرس التنبيهات. ما باقي لنا الا 10 او 20 مشترك، بنوصل 1900 مشترك عشان نوصل 2000 مشترك باسرع وقت. متابعين اشتركوا بالقناة وليتس جو. اوكي، العاب وتطبيقات بسنة كم مثلا؟ 2006، 1000 هكذا يعني. اشتراك ولايك وليتس جو يا متابعين. ليتس جو يلا. طبيب تبين اول لعبه على ما قلنا هي لعبه جميله ويعني مره حلوه يا متابعين. اوكي، هذه اللعبه مشهوره جدا وتلعبوها في يعني جوجل بلاي على هابي مود. طبعا هذه اللعبه وهي الاصليه وبانترنت ماي نيكرافت. انتم تعرفون جميعا متى نزلت، يعني تعرفون بالضبط متى وكذا، لكن راح نخبر للي ما يعرفون. اوكي طبعا. اوكي متابعين، طبعا لعبة ماينكرافت نزلت في 2011. على ما سمعتوا متابعين نزلت في 2011 اللعبة الحقيقة والاصلية. هذه لعبة ماينكرافت عندها 23 مليون مشترك في اليوتيوب. لعبة ماينكرافت الاصلية اللي صوروا فيها جميع الناس، وخاصة ان انا قاعد اصور، وعلى ما عرفتم انها نزلت في 2011. وخلونا نروح للعبة الثانية، مش تطبيق، اللعبة الثانية متابعين. طبعا يا متابعين اللعبة الثانية هي فري فاير بوكس. ليس فري فاير ذكر تبعي، يعني ليس فري فاير، فري فاير ماكس. طبعا هذه اللعبة الحين بنراويكم. اوكي فري فاير، لا فري فاير، فري فاير ماكس صح؟ صح. اوكي طبعا هذه لعبة فري فاير ماكس وهي نزلت في 2021. طبعا هي متى نزلت؟ متى نزلت؟ 2000 وكم؟ 2021 صح ولا لا؟ صح. اوكي طبعا متابعين، يعني هي تشبيه لعبة فري فاير بالضبط فيه، بس يمكن اشياء بسيطة متغيرة او نقول ان مسوين تعديلات بسيطة. اوكي طبعا الحين راحوا نروح على اللعبة الثالثة، لكن قبل ان نروح لتشنكم تتوقعون ما هي اللعبة الثالثة، ولكن ايضا حطوا لايك اذا كان اجابتكم صحيح، واذا غلط لا تحطوا شيء. وطبعا قبل ما نبدأ راح نروح اليوتيوب ونشوف كم ناس صوروا على فري فاير ماكس. طبعا اوكي خلونا نروح يا متابعين فري فاير ماكس. طبعا يا متابعين في ناس كثير يعني يقولون من افضل فري فاير او فري فاير ماكس صح ولا لا؟ صح. اوكي خلونا نروح على اللعبة الثالثة، يلا توقع بعد 3 2. سابواي. طبعا متابعين اللعبة الثالثة هي سابواي متابعين. هذه اللعبة طبعا متابعين هذه اللعبة المشهورة اللي كل الناس يلعبوها، وانا في المركز الاول فيها، يعني افضل لعبة. اوكي طبعا متابعين هذه نزلت تعرفون متى؟ طبعا يا متابعين لعبة سابواي هي لعبة مشهورة وانا ايضا بالمركز الاول، لكن هي اللعبة نزلت في يقول ايه 2012، يعني حتى الاعلان موجود، يعني مو خاصة في اليوتيوب، يعني تبين انه ب 2012. طبعا ابحثوا وين ما تبون، روح يطلع لكم الحقيقة، تقدرون انكم تروحون يوتيوب تبحثون شيء. اوكي لحنا الان يعني بحثنا على 3 العاب، لكن طبعا راح نبحث على تطبيق يمكن الان. انتم شنو تتوقعون، تطبيق او لعبة؟ طبعا يا متابعين طبعا انتم شنو تتوقعون؟ طبعا اللعبة هي مو تطبيق، لعبة طبعا، هو لعبة. اوكي طبعا يا متابعين اللعبة موبايل، ببجي موبايل، اللعبة المشهورة اللي الناس كلهم يلعبونها ويظلون يلعبون. قال لكم اختي لايك. اوكي لعبة ببجي موبايل، طبعا خلونا نبحث، يعني امزح وياكم ما راح نبحث، طبعا ما راح نبحث. بس انتم تتوقعون متى؟ وايضا انا لما ابحث، لما يعني لما اقولكم راح نبحث ايضا في اليوتيوب. لعبة ببجي موبايل نزلت في 2018. اوكي اللعبة اللي بعد اللي راح نقولها قبل سنة. اوكي 2018
وخلوا الاب يبحث قدامكم. اوكي اوكي طبعا يا متابعين، اللعبه اللي الحين قاعدين يعني نبحث عليها، الالعاب والتطبيقات في اب ستور طبعا موجوده ايضا في جوجل بلاي. لا بس لا بس ما تقدروا. اوكي في طبعا ايضا انتم تقولون في اب ستور صح؟ لا ايضا في جوجل بلاي متابعين. طبعا احنا ما قاعدين نبحث لكن موجوده في جوجل بلاي اللعبه ايضا. طبعا تشوفون بندخل يوتيوب وبنكتب بابجي. اوكي بابجي اوكي حلو. الحين ندخل على اي فيديو تبع بابجي يعني اوكي بابجي 2018 متابعين. اتوقع انكم الحين قاعد تشوفوا عدد المشتركين او لا، اهم حاجه مو عدد المشتركين، لك اهم شيء طبعا اللعبه اللي بعدها اللعبه نفس فري فاير ماكس، لكن فري فاير فري فاير طبعا هي نزلت في 2017. اوكي هي نزلت في 2017 وتبعد تأكدوا متابعين. اوكي يا متابعين، اما روبلوكس اللعبة اللي بنتحدث عليها الحين، هذه اللعبة المشهورة وايضا لعبة روبلوكس المشهورة اللي فيها اكثر يمكن من 1,000,000 لعبة. كيف؟ على اي لعبة تبحثونها وفيها خيال يعني اشياء مرة حلوة، تقدرون انكم تسوون سكين اشياء تعديل تخلوا لغة عربية كل شيء، تقدرون تخرجون تسوون حساب تصنعون تعيدوا الحساب كل شيء تبون في روبلوكس. طبعا هذه اللعبة روبلوكس نزلت في 2006 اوكي، ولكن طبعا يمتابعين لعبة فري فاير ماكس هي نفس فري فاير. اوكي يمكنكم مو محملي فري فاير ماكس، فراح اراويكم شوفوا هذه فري فاير طبعا نفس يعني ماكس بس انه متغير من وراء وفي اشياء نفس الشيء وفي اشياء لا. طبعا هذه اللي تكلمنا على فري فاير. اوكي متابعين اوكي متابعين طبعا هذا عدد المشتركين. طبعا انا في 1,880 لكن مطلع لي 1,870 ما ادري ليش. وايضا يمتابعين راح اخبركم شيء، طبعا كل 10 مشتركين يزيدوا كل مثلا الحين احنا 1,872 ما يظهر لنا الاثنين، لازم لما نوصل بعد العشر يعني لما نوصل مثلا 1,900 يعني الحين احنا 1,880 وصلنا 1,890 زيد يصير 90. طبعا احنا الان منتظرين. اوكي اوكي خلونا نشوف يا الله ما تزيدوا، نحن الان منتظرين لكن راح ننتظر بس دقيقتين ونرجع على الفيديو. اشتراك ولايك علشان يزيدوا يحطوا لايك صح؟ صح ايوه يا متابعين لازم انكم تحطوا لايك واشتراك وتفرحونا. يلا يا متابعين راح نرجع على الفيديو. طبعا يا متابعين هذه نهاية الفيديو، تسووا تشتركوا بالقناة وتابعونا علشان يا متابعين ننزل فيديوهات ايضا على التطبيقات وغير الالعاب. وباي باي اسطورتي العلمية المستورتي اليوتيوبر بسيطي.